تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام هي حلقة خاصة مكرسة لاستعدادات واستحقاقات رياضية مقبلة للأندية العراقية بكرة القدم على الصعيدين المحلي والآسيوي. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع هذه التحضيرات والاستحقاقات لعدد من الأندية العراقية. سنكمل مشوارنا في هذه الحلقة وحلقات مقبلة بإذن الله لأندية أخرى من الأندية العراقية. اليوم ارتئينا أن نذكر ونسلط الضوء على بعض الأندية الجماهيرية وغير الجماهيرية للوقوف على آخر تحضيراتها على الأصعدة كافة الإدارية الفنية وحتى اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. سنتوقف أيضا مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية المنوعة طبعا تأتيكم حسب الفقرات لهذا اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع الأخبار الرياضية المنوعة سنتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. تمكن لاعب المنتخب الوطني للأثقال صفاء راشد من إحراز الوسام الذهبي بجدارة واستحقاق كبيرين بعدما خطف الميدالية الذهبية الأولى للعراق في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا. وتمكن الرباع صفاء راشد من إحراز الوسام الذهبي في منافسات وزن 85 كيلوغراما بعدما سجل 361 كيلوغراما في المجموع، حيث حقق 159 كيلوغراما في الخطف و202 كيلوغرام في النتر، ليحقق بذلك أولى الميداليات الذهبية للعراق. ويعد هذا الإنجاز الذي حققه البطل صفاء راشد مفخرة وانتصارا لرياضة رفع الأثقال وللرياضة العراقية، كونه رفع اسم العراق عاليا بالمحفل الآسيوي، وهو إنجاز يثمن تفاني راشد الذي سبق وأن احتفينا به عندما حقق إنجازا آسيويا للعراق خلال بطولة آسيا السابقة. وبدورنا نشدد على المؤسسات الرياضية والمسؤولين الرياضيين ورئاسة الوزراء بتكريم البطل صفاء راشد الذي وضع اسم العراق ضمن قائمة البلدان التي أحرزت الذهب، على عكس المعنيين بالأمر الذين يخطفون من خزائن العراق الذهب. جمهورنا الرياضي الآن مع استعدادات الأندية العراقية للموسم الكروي الجديد، والبداية ستكون مع نادي أمانة بغداد للتعرف على وضع هذا النادي في الآونة الأخيرة وما هي آخر التحضيرات على الصعيد الإداري وحتى الفني، خصوصا بعد إعلان نادي أمانة بغداد مؤخرا عن تعاقد مهم مع جهاز فني معروف في الوسط الكروي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي 2018-2019. وقد تواجدنا في هذا الصرح الرياضي وخرجنا أولا بهذه التصريحات من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للنادي، خلي نتابع. لا بالتأكيد احنا لا نقارن مثل الفرق الجماهيرية وكثير من الفرق البغدادية وحتى بعض فرق المحافظات مثل فرق الجوراء والشرطة والجوية والطلبة وكذلك الفرق النفطية. احنا نكون يعني حقيقة يعني ماكو مقارنة أمور المادية، احنا أدنى بكثير بكثير من هذه الفرق، ولكن بعض الأحيان أنت يعني بعض الأحيان تكون يعني تستقطب لاعب في مبلغ بسيط هو يعطيك أفضل من هذا اللاعب، أنت كذا مثل عشرات الملايين تصرف على لاعب
قد يكون لاعب يجيك شاب تصعد من فرق الشباب، اضافه نحن صعدنا من فرق الرديف او الشباب للنادي اكثر من 4 لاعبين، وان شاء الله راح نكون في الامكانيات الموجوده والدعم يعني الموجود من امانه بغداد والمتمثله بالدكتوره ذكرى علوش، الدعم هو الوضع الاقتصادي للبلد بصوره عامه دعم مناسب انه استطعنا ان نجعل الفريق ينافس في جميع ال4 سنوات السابقه، وكذلك الان وفي هذا الموسم راح نكون يعني فريق متماسك وفريق يقدم كره جميله بوجود الكادر التدريبي واللاعبين الاضافيين. إدارة نادي أمانة بغداد بعد الجلسة مع الملاك التدريبي نعرف ما هي الإمكانيات المتوفرة لدينا من خلال الاستقطابات، يعني استقطاباتنا أغلبها شبابية، يعني إحنا عقودنا عقود يعني حسب الإمكانيات المتيسرة ومتوفرة، ولكن ما يشفع عنا هو السمعة اللي انبنت من خلال الإدارة السابقة اللي نقدم لهم الشكر اللي هم أسسوا أساس صحيح من خلال مصداقيتهم في التعاقدات والإيفاء بالتزاماتهم المادية من خلال أمانة بغداد، إضافة لأن إحنا استمرينا على نفس النهج، هذا أدى إلى أنه اللاعبين يفضلون نادي أمانة بغداد رغم أنه أغلب الأندية تعطيهم مبالغ أكثر، لأنه ممكن ضامن المبالغ لأن هناك مصداقية، إحنا ما نتعاقد ولا نشرع للتعاقد قبل أن يتم تخصيص المبلغ والتأكد من وجود هذا المبلغ في أمانة بغداد، وهذا الدعم يؤدي إلى أن يكون هناك طموح أكيد يعني، ولكن عندما نتكلم عن الفوارق بين الاستقطابات للأندية الجماهيرية وإضافة إلى الدعم الجماهيري أكيد هناك فوارق كبيرة، ولكن إيماننا أنه اليوم القيمة الفنية لا يمكن أن تقيم ضمن القيمة المادية، هناك لاعبين شباب برزوا في دورينا وقدروا أن يحصلون على استقطابات يعني على انتقالات مثل اللاعب حسين علي حسين، هو قبل موسمين كان لاعب شاب اليوم هو في الدوري القطري، يعني هذا يدل على أنه مو المبلغ هو اللي يحدد القيمة الفنية للاعب، وإنما القيمة الفنية هي قيمته الحقيقية الفنية. عندنا ثقة بجميع اللاعبين اللي تم استقطابهم كابتن ثائر، إضافة إلى بقاء اللاعبين من الموسم السابق واللي أكيد نتمنى لهم التوفيق في هذا الموسم، وأكيد ما يسعني إلا أن أشكر وأتمنى التوفيق للاعبين اللي غادروا النادي، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع فرقهم الجديدة إن شاء الله. طبعا هذا طموح اي اداره نادي يعني انه يكون ترتيبها هو يعني ضمن الفرق المقدمه، ومن ضمن هذه الادارات هو اداره نادي بغداد، يعني ذكرت لك انه اداره نادي بغداد تطمح ان تكون في مركز افضل من الموسم السابق، ويعني يصل الطموح انه نكون ضمن المربع الذهبي بالنسبه لفرق الدوري، اكيد هذا يعتمد على الجهاز الفني ويعتمد على ما يقدمه اللاعبين داخل الملعب والنتائج اللي راح يحققها الفريق، لكن بالمجمل العام انه هناك تفاعل كبير بالفريق اللي تم تشكيله هذا الموسم. جمهورنا الرياضي يعني سنبقى في نادي أمانة بغداد لمعرفة كل ما يخص الأمور الفنية لهذا الفريق الكروي من بين العلامات التدريبية البارزة التي ستشرف على هذا الفريق ضمن منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل هو الكابتن الكف ثائر أحمد، وقد أكد الجهاز الفني للفريق بأنهم عازمون على وضع الفريق في مكانة جيدة من بين أندية الدوري العراقي لهذا الموسم، في الوقت نفسه يأملون ويطمحون بمساندة الفريق فنيا ومعنويا لرفع مستوى الأداء والظهور بمستوى يعني مشرفا ولائقا لهذا الفريق ضمن أندية الدوري العراقي. مشاهدينا إليكم جانبا من انطباعات الجهاز الفني الذي سيشرف على قيادة نادي أمانة بغداد في الموسم الجديد، مقدما نقول بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة، نتابع.
اكيد يعني احنا طموحاتنا طموحات عاليه. السنه اللي مضت اعتقد كان الفريق شويه متعثر، لكن قدرنا نصحح بالمرحله الثانيه. هالسنه طموحاتنا تكون افضل، وضعنا نقاط على الجرح، حاولنا نستقطب اللاعبين الجيدين من بعض الانديه، لاعبين شباب، لاعبين متمكنين، حاولنا نخلق توليفه جيده من لاعبين الخبره ولاعبين الشباب. السنه اعتقد يعني بامنا وطموحاتنا ان الفريق يقدم مستوى عالي، كره جيده، كره ممتعه، وطموحاتنا ان نكون من ضمن المربع الذهبي ان شاء الله. احنا فريقنا فريق محترم، خلال الاربع مواسم اللي مضت احنا دائما نكون يعني بالمقدمه، يعني خلال يعني مركزنا يكون خامس سادس سابع، يعني ما نبتعد عن هاي المنطقه. فريقنا هو ليس المهم يعني كلاعب قيمته ماديه، القيمه قيمه الاختيار. احنا كنا دقيقين باختيار اللاعبين، يعني كانت عندنا يعني امور معينه بكل لاعب اختياره لهذا الموسم. عندنا كانت نقوصات يعني نعاني منها خلال الموسم اللي مضى، اختارينا لاعبين جيدين لهذا الموسم ان شاء الله. احنا عندنا يعني عندنا ثقه بكل اللاعبين اللي اختاريناهم ان شاء الله يكونون لاعبين جيدين هذا الموسم، ويقدمون نفسهم تقديم جيد، ونكون قريب من المقدمه ان شاء الله. ان شاء الله يعني رابع خامس، يعني قريبين بهذا المركز ان شاء الله ان شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم ومع فريق أمانة بغداد الكروي الذي يستعد للموسم الكروي الجديد. سنتوقف هذه المرة مع لاعبي الفريق للوقوف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية وحتى المعنوية، وكيف هي التحضيرات قبل المشاركة في منافسات الدوري. يعني هل سيلاقي الفريق الأجواء المثالية لتمثيل النادي بصورة مشرفة ورفع شأنه بين الأندية المشاركة بالدوري؟ طبعا كل هذه الأسئلة طرحناها على لاعبي الفريق. عناصر الفريق في الوقفة التالية، خلينا نتابع. ان شاء الله، مو قلت لك احنا يعني ان شاء الله هدفنا انه نتواجد من المربع الذهبي، خاصه احنا نمتلك كادر تدريب على اعلى مستوى، خاصه انه الكابتن ثار يعني ملم بهاي المرحله، خاصه بدايه الفريق وشلون يعرف شلون انه ينسجم الشباب مع الخبره. اعتقد انه الكابتن ثار هو راح يكون يعني صاحب الكلمه الفصل بهذا الموسم ان شاء الله. اللاعبين كلهم اللي اجوا صح تشكيله شبابيه، لكن كانوا مؤثرين بفرقهم. قال الكابتن ثار قال اكو محترفين اعتقد يجون اثنين او ثلاثه، قلت له كان كلهم بارزين كانوا بفرقهم، من ضمنهم هدافين، من ضمنهم لاعبين اساسيين كانوا بفرقهم وشايلين فرقهم. اختيارات كابتن ثار تعرف انت كابتن قدير، واختياراته غالبا ما تكون تطمح للافضل، وان شاء الله موجود التفاؤل والامل ان شاء الله. مشاهدينا دعونا نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا اهلا بكم في الحلقه المكرسه في جزئها الكبير لاستعدادات الانديه العراقيه بكره القدم للاستحقاقات المقبله على الصعيدين المحلي والاسيوي. الان سنتوقف مع فريق النفط الرياضي الذي اصبح من بين العلامات البارزه في الدوري العراقي الكروي في السنوات الاخيره، لا سيما وانه يستعد لاستحقاقين. الاستحقاق الأول لديه مهمة خارجية ضمن بطولة الأندية العربية للأبطال، والاستحقاق الثاني استعدادا لمنافسات بطولة الدوري الجديد. سنتعرف على وضع الفريق الحالي وتحضيراته للمهمة الخارجية، وما هي آخر الاستعدادات الإدارية والفنية واللاعبين أيضا، وهل صحيح هنالك مشاكل مالية تحيط بالنادي، فضلا عن أهم المتغيرات التي طرأت على مستوى ونتائج هذا الفريق في الموسم الكروي المنصرم. البداية مع كاظم محمد سلطان، عضو اتحاد الكرة سابقا ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط،
خلينا نتابع. ضائقة مالية احنا في نادي النفط، وهاي ما حد يعرفها، يقول لك نادي النفط مدللين، احنا موازنتنا اقل من الأندية الجماهيرية واقل من الأندية، اكو أندية الميناء يعني اكو أندية احنا اقل منها، يعني الشرطة الزوراء الجوي احنا اقل منها، موازنتنا كلش قليلة، واحنا ما بين ثاني مكرر يعني بعد الجوية، احنا الأربعة الجوية 84 واحنا 84 بالدوري كرة القدم، هاي السنة الثانية، وبالسلة هاي صار سنتين احنا بطل الدوري، ودعمنا كلش قليل ما يوازي الانجازات اللي نحصلها. احنا هالسنة ما استقطبنا، اولا هاي صار لنا 3 سنين احنا بدون محترفين، هاي اول نادي بالعراق بدون محترفين، اضافة الى ان ماكو لا صار عندنا معسكر تدريبي اعداد للبطولة، وبطولة عربية بطولة مهمة بطولة مستوى عالي، ودنا نلعب باسم العراق، احنا ما دنا نلعب باسم بس نادي النفط، باسم العراق، واحنا ممثلين وزارة النفط، يعني باكر عقب العالم من تسمع نادي النفط الام هو النادي المركزي اللي يمثل العراق بالبطولة العربية والآسيوية، الامور المالية مالته مو زينة، ما يصير هذا، يعني عملنا عمل ذاتي، لا عدنا معسكر ولا تهيئنا بشكل جيد، لأن هاي بطولة مهمة، ويعني كان إعدادنا فقير جدا. احنا العام ثاني يعني قاب قوسين أودنا أنهم أخذين الدوري، الإصابات اللي لحقتنا بداية الدوري، أولا 7 لاعبين أساسيين طلعوا من أدنى، ما هذا خلخل شوية، لحقنا نعيد البيت النفطي بين الإصابات بين التنقل بين هذا، رجعنا إلى وضعنا وصعدنا، وإحنا 84 القوة الجوية 84 بس الزوراء 87، فهذا يدل أنه فريقنا جيد جدا، ورجعنا الفريق بدون استقطاب لا محترفين عندنا ولا عندنا اسماء، اللي لامعه صارت في المنتخب الوطني والاولمبي اللي بالنفط هو انجاز نادي النفط، وليس انجاز جبنا لاعبين جاهزين من المنتخب وجبناه، هم لاعبين نادي النفط وبرزوا صاروا لاعبين منتخب وطني واولمبي. مشاهدينا سنبقى في النادي النفطي، نادي النفط الرياضي، لمعرفة كل ما يخص الأمور الإدارية والفنية لهذا الفريق الكروي. فمن بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة هو الكابتن حسن أحمد المدير الفني للنادي، الذي يعني حاورناه حول التحضيرات الأخيرة وسير العمل مع الفريق واستراتيجية الجهاز الفني للدخول في بطولة الأندية العربية للأبطال. طبعا بالتأكيد هي بطولة ليست بالسهلة قياسا بتواجد أندية عربية كبيرة فيها. كذلك طرحنا على الكابتن حسن ما يخص نادي النفط في الدوري المحلي وما لاحظناه في الموسم الماضي من تباين، يعني نوعا ما، في الأداء والنتائج قياسا بالموسم ما قبل الأخير، فضلا عن يعني الجاهزية والاستقرار بشكل عام طبعا لهذا الفريق. الشاطر حسن أحمد في الوقفة التالية نتابع. من انتهى الدوري سوينا إعداد سريع، يعني الفريق طينا فترة استشفاء 3 أيام، 3 أيام راحة سلبية، وبدينا فترة استشفاء 4 أيام، بدينا نعد للفريق، ابتدي الفريق وصل إلى مستوى لياقي جيد من الدوري انتهى، لكن استنزافك وبعض استنزافك وتعب، بدينا نراعي هاي الأمور، يعني نريح بعض اللاعبين بالتدريب، لاعبين خليهم يسوون تمارين استشفاء، سوينا مباراتين تجريبية، يعني كان عندنا معسكر في اسطنبول، لغى المعسكر لأن تدي أكو يعني أموال ما موجودة الآن، يعني ما صار في موازنة النادي، فإحنا الحمد لله فريق صح ما يمتلك خبرة، يعني عندنا خبرة محلية، لكن إحنا ممثلين الآن عن البلد، اللاعبين أمام مسؤولية الكادر التدريبي. والله المعوقات يمكن أنت تعرف، يمكن 3 لاعبين التحقوا بالأولمبية لعبوا المباراتين مع إيران، رجعوا لنا 2 مصابين، تدي ترهاق يعني بعد المباراة بعد الدوري انتهى
ويجي يلعب مباراة تنافسية دولية أكيد الأحمال والشدد تكون كبيرة على اللاعب. كابتن حسن، في بداية الدوري كان فريقك متذبذب شوية، لكن في المرحلة الثانية هو أفضل فريق في الدوري، الأسباب؟ والله تعرف أستاذ، أنت العام شاهدت أنه طلعوا من عندك 6 لاعبين مؤثرين اللي هو أيمن حسين، بعدها رجع وراء بنص الدوري، رجع عندك حسام كاظم، عمار كاظم، عندك مصطفى جودة، هذول اللاعب علي ياسين، وعندك انصابوا لاعبين، مازن فياض انصاب، قاسم زيدان انصاب، علي قاسم انصاب، علي سعد انصاب، يعني هذول ابتعدوا، صار عندنا 10 لاعبين نقص بالتشكيلة، فبدت النتائج تعادلات أكثر من الفوز، يعني عندنا خسارة واحدة المرحلة الأولى، خسرنا مع الصناعات الكهربائية، يعني كانت مفاجأة. المرحلة الثانية بدأ الفريق يتكامل وبدأ اللاعبين يجهزون أكثر، قدرنا نحقق يعني لقب المرحلة الثانية، احنا كنقاط جبنا علامات الفوز تقريبا 15 فوز عندنا، وثلاث تعادلات وخسارة واحدة مع الكهرباء، لولا الخسارتين مع الكهرباء صناعات كان احنا لقب الدوري كان لنا. الحمد لله يعني احنا وصلنا بالأخير انه تعادلنا بالنقاط احنا والجوية 78 88 ب 88، لكن فارق الاهداف هم اكثر من عندنا بثلاث اهداف، اخذوا المركز الثاني. احنا انا اعتقد الثاني المكرر بين هاي الفرق انه جويه، شرطه، زوراء، يعني هاي الفرق الجماهيري، فرق المحافظات، انا اعتقد جيد جدا كنتيجه بعد ما انت يعني مريت بظروف غير طبيعيه، لكن قدرنا نقاومها وقدرنا نرجع ونحصل المركز الثالث. احنا تعرف احنا بالنسبه لنادي النفط يعني نادي غير جماهيري، مهما تضخ له اموال، مهما تجيب له لاعبين، لكن يبقى بعيد عن المنافسه. احنا صح يعني يمكن بجهود جباره احنا العام نافسنا على الدوري وكان محتفظين بالصداره من تقريبا من بدايه نص المرحله الاولى، تقريبا قبل 4 لعبات احنا مصدرين الدوري كنا، لكن تدي دخلت بعض الظروف وبعض المحسوبيات لبعض الفرق، انه هو فرق المنافس مالتنا قام ياجلوا له مباريات واحنا يلعبونا وبعدين احنا ياجلونا وهم يلعبون، صارت خربطه، صارت فيها تلاعب بالنتائج، لان تدري بنهايه الدوري اكو فرق قام تطي الفرق الاخر، لان تدري بعد هي بقت بالدوري فتنطي وتجامل او فقدت الهدف، نقول هدف فقدته بعد ما تلعب. فانا اقول يعني النادي يحتاج الى قاعده جماهيريه حتى لو مو كبيره، لكن تدي انت اللاعب الان انت اللاعب النفط انت كيف تحفز؟ مثل الممثل اللي ينزل على خشبه المسرح وما يلقي جمهور، ما راح يكون عنده الدافعيه انه يبرز مواهبه، بس لكن انت من يشجعوه وجمهور متواجد اكيد راح يبدع وراح يكون يعني امام مسؤوليه كبيره، لان يعني الجمهور راح يتابع اللاعبين وهذا. فانا اقول نتمنى انه الان اصبح عندنا جمهور، بس جمهور بدون يعني نظام، يعني ما عندنا رابطه وهذا تقود، لكن عندنا محبين، لان يعني العراق كله يقول نادي النفط افضل فريق يقدم كره قدم. لاعبين النفط الان اصبحوا 6-7 منتخب الوطني، و4-5 منتخب اولمبي، و3 بالشباب، خرجنا محمد داوود، ايمن حسين، مازن فياض، وليد كريم، محمد داوود، عندك بسام اللاعب الشاب الصغير، بسام شاكر، كلهم لاعبين جيدين، برزنا رعد فينر اللي جانا من درجة ثانية، هو هذا العمل مالتنا، احنا نجيب نتائج ونبرز لاعبين ونضخ للمنتخبات والحمد لله دا نحقق نتائج إيجابية. بثلاث نقاط ثمينة تبقى الفارق حتى يكمل الجوية مبارياته. إذن مشاهدينا متواصلين معكم ومع فريق النفط الكروي الذي يستعد لمشاركة كبيرة واستحقاق خارجي مهم في مسيرته الكروية، كونه ممثلا رئيسا للكرة العراقية في مشاركته الخارجية. هذه المرة ستكون طبعا الوقفة مع لاعبي الفريق الكروي، وطبعا للتعرف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية، وهل هنالك استقرار تام بالتحضير قبل الاستحقاقات المقبلة. نحن نتمنى طبعا من لاعبي فريق النفط تقديم مستوى فنيا رفيعا يعكس مستوى جاهزيتهم لأي استحقاق،
ويثبتوا أحقيتهم في اللعب ضمن بطولة كبيرة مثل بطولة الأندية العربية للأبطال. مشاهدينا، لاعبو نادي النفط في الوقفة التالية، خلينا نتابع. يعني فريق الصفاقس من فرق الجيدة، يمكن هو الترتيب الرابع على الدوري التونسي، هو خاض عدة بطولات سابقة، بطولات أفريقية، بطولات الأفريقية تختلف عن بطولات الآسيوية، يعني يمكن هو فريق متلجة بالنجوم، هم وفريق الترجي، فريق يمكن يمتلك 6 لاعبين محترفين لاعبين منتخب وطني إلى 9 لاعبين محترفين، احنا ما عندنا أي لاعبين محترفين، ودليل احنا نجحنا بالدوري، يعني احنا الفريق يمكن وحيد بالدوري اللي ما عندنا محترفين، ما عندنا لاعبين، أكثر اللاعبين شباب، لكن حصلنا على المركز الثالث وكنا فريق أهداف على المركز الثاني. احنا كان بصراحة كان عندنا معسكر باسطنبول، لكن اللغة تعرف الظرف اللي مر به البلد والتقشف به الوزارات، التقينا انه نخوض مباراتين تجريبية امام القوة الجوية. هذا بصراحة احنا كلاعبين ما يلبي طموحنا، احنا طموحنا كان يعني مباراة على مستوى عالي، احنا على اسطنبول مباراة على مع فرق يمكن إيرانية وفرق سعودية، لكن قلت لك ان ظرف البلد انه حال انه تأجيل المعسكر. فيعني بصراحة احنا هاي البطولة يمكن أول بطولة نشارك فيها فريق النفط. احنا فريق يمكن ما يمتلك أي محترف، هم يمكن يمتلكون 9 لاعبين محترفين، لكن هذا مو عذر، احنا نريد نترك بصمة، احنا نمثل البلد، احنا فريق قوي جوية، نترك بصمة بهاي البطولة وإن شاء الله نكون عند حسن الجميع إن شاء الله. صراحة يعني احنا لو تشوف أغلب الفرق يمتلك لاعبين على مستوى عالي، احنا أغلب فريقنا لاعبين شباب. قلت لك انه ما عندنا لاعبين محترفين، لكن احنا يمكن اقل فريق بالدوري على اهداف، احنا افضل خط دفاع بالدوري، احنا يمكن فريق صعب، يعني كل الفرق اللي جاريناها كان نحس صعوبه بالنسبه لفريقنا. احنا طموحنا بصراحه كان يعني مباراه على مباراه كان يزيد، كان احنا طموحنا انه لقب الدوري، لكن تعرف في المباريات الاخيره يمكن صار بيها شويه يعني التعادلات، خسارتين تعرضنا، انه التقينا ناخذ المركز الثالث، فالحمد لله انه هذا يعني احنا كاداره وككادر تربيه راضين على هذا المركز الحمد لله. شلون تجري استعداداتكم للبطوله العربيه خصوصا انتم خصم قوي اللي هو صفاقس التونسي؟ يعني استعداداتنا جيدة الحمد لله والشكر، يعني قلت لك عدينا عندنا مع الكادر التدريبي وكادرنا جيد، يعني حضر لنا كل شيء، يعني من تكتيك المباراه القادمه جاي نطبقها بهاي المباراه، كان عندنا مباراه مع نادي القوه الجويه، تكتيك انطبق يعني على ضوء مباراتنا ضد الصفاقسي، وتكتيك الفريق جاي يمشي على هذا الضوء، وهسه الحمد لله والشكر جاي نمر يعني شلون تقول تهيئه تدريب، يعني اجواء جيده الحمد لله والشكر، اللاعبين كلهم جاهزين، ما عندنا اي اصابات، ما عندنا اي خلل، والخير في مختار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق النفط هذا الموسم والمواسم المضت الثلاثة قد مستوى طيب، خاصة بقى المحافظة على المربع أو ثاني ثالث رابع، بالنسبة لاستعدادات البطولة العربية استعدادات جيدة، إن شاء الله عازمين على تحقيق نتيجة طيبة. سيات أحمد مجددا وجها لوجه أمام نور صبري، سيات يتقدم، سيات وجول، أولى شرارات المباراة النفط هذه المرة، زياد أحمد يسجل. جمهورنا الرياضي، سنبقى في نادي النفط بكرة القدم لمتابعة يعني هذا الفريق الذي يعتبر منافسا قويا وعنيدا للفرق الجماهيرية في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للسنوات الأخيرة، ولمعرفة جاهزيته التامة وكل ما يخص التحضير لا سيما الإدارية والوضع الفني العام، ولا بد من يعني من تداخل الدوري العراقي في هذه التغطية لكي نتعرف عن الأسباب التي أدت إلى ظهور فريق النفط في الموسم الأخير بمستوى مغاير نوعا ما عن الموسم ما قبل الأخير ضمن مشاركته في منافسات الدوري الكروي. هذه المواضيع وأخرى طرحناها على مشرف الفريق مشتاق كاظم، تعالوا نستمع ونتابع ماذا قال. البطولة العربية بطولة هاي بطولة تختلف عن جميع البطولات، بطولة صعبة، يعني حتى نظامها صعب، 6 لاعبين محترفين يلعبون داخل الساحة، هاي بأي بطولة ما صارت. كل هذا والإعداد مالنا إعداد فقير، احنا كان عندنا معسكر بتركيا، اللغة بسبب الضاقة المالية دي يمر بها النادي، الفريق المنافس مالنا فريق الصفاقس يلعب على مستوى عالي، 5 لعبات
لعب بطوله بطوله الصداقه صارت بسلطنه عمان. كل هذه ليس مبررات، بس انا اقول عندنا ثقه بلاعبينا وعندنا ثقه بالكادر التدريبي على مستوى عالي بقياده الكابتن حسن احمد وعندنا ثقه بالاداره. كان تخطيطنا هو الدوري، يعني شوف يعني الطموح قام يزيد، يعني نفض خلال 3 مواسم رابع ثاني وهسه ثاني مكرر، يعني صرنا 3 بالاهداف. تمنينا يعني، بس احنا فقدنا نقاط نقول ما كانت في البال، بس هي كرة القدم اللي لازم تؤمن انت وفوزك وخسارة التعادل. احنا مرات جت مباراة احنا يعني ما كنا يعني شلون نقول ضيعنا فرص مو طبيعية، او كم لاعب كان عندنا مو بيومه الطبيعي. كل هذا نقول الحمد لله والشكر، احنا ما نشوف انت اكو فرق عريقة انت وراك وباموال اكثر وجمهور اكثر، هذا يعطيك حافز انت قاعد تسير بالطريق الصحيح. يعني احنا العام ثاني هالسنة ثاني مكرر، نتمنى تبقى نفس هاي المجموعة، استقرار بالكادر التدريبي، استقرار اللاعبين، استقرار بالجانب الإداري، كل هذا عوامل النجاح. يعني احنا تمنينا يعني نخطف اللقب، لأن هذا اللقب يعني شيء كثير وزارة النفط أو النادي النفط، لأن هاي الإدارة النموذجية. أنت شوف اليوم السادة جي زرتنا دائما 4 5 قاعدين هاي إداري، هذا يعطي حافز للاعب والمدرب حتى يجتهد. كل هذا نقول الحمد لله احنا راضين على الفريق، بس كان طموحنا أكثر. كل هذا نقول إن شاء الله الموسم القادم نعوض. جمهورنا الرياضي، نعود مرة أخرى إلى مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خلي نتابع. نال الرباع العراقي سلوان جاسم الوسام الفضي برفع الأثقال لوزن 105 في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا، وجاءت الميدالية الفضية للعراقي سلوان جاسم بعد الفوز على منافسه الإيراني بوزن 105 كيلوغرامات، فيما كانت الميدالية الذهبية من نصيب البطل الأولمبي الأوزبكي. وفي كرة اليد، احتل منتخبنا المركز 7 في دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه الأخير على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 31-24. في الليغا الإسباني، وضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مستحق على جيرونا 4 أهداف لهدف، وفريق برشلونة يعزز انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي بعد تغلبه الصعب على مضيفه بلد الوليد 2-0. جاء عن طريق عثمان ديمبلي في 57. وأتلتيكو مدريد يحقق انتصاره الأول على حساب رايو فاليغانو 1، جاء بتوقيع مهاجمه الفرنسي انطوان كريزمان في 63 من عمر اللقاء. جمهورنا الرياضي، سنبقى في محورنا هذا المخصص عن استعدادات الأندية العراقية بكرة القدم للاستحقاقات المقبلة، هذه المرة إلى نادي الزوراء، لا سيما وأن نادي الزوراء يستعد للدخول في مشاركة خارجية مهمة جدا للفريق ضمن بطولة الأندية الآسيوية كأس الأبطال. لذلك ارتعينا أن نتواجد مع هذا النادي الكبير لنتعرف على وضع الفريق الحالي وتحضيراته الحالية للمهمة الخارجية، وما هي آخر المستجدات على الأصعدة كافة الإدارية والفنية واللاعبين. خلي نتابع. ما هي بطولة آسيا، بطولة الأندية الأبطال، هي مو بطولة صعبة كلش. احنا الحمد لله والشكر هم لاعبين، يمكن اقول لك قبل 7 مواسم الزوراء اشترك، يعني لعب ويا فرق كبيرة بقطر ويا ايضا بالامارات، قدر يحقق نتائج جيدة. الان احنا فرقنا الحمد لله والشكر فريق جيد، يعني عناصر جيدة، لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي، ايضا لاعبين منتخبات الوطنية سواء المنتخب الوطني او المنتخب الاولمبي. يعني ما اريد اعدد لك مثلا الاسماء، جلال حسن، مهند، احمد فاضل، يعني علي رحيمة وبقية لاعبي ايضا المنتخب الجونة، احمد جلال، احمد محسن، مروان رجع للفريق. ولكن احنا ايضا عندنا استقطابات جديدة ان شاء الله، محتاجين قلب دفاع ولاعب ارتكاز ثاني. يعني بقول لك يمكن مو يعني نحقق ان شاء الله نتيجه نقول جيده جدا، لا،
تليق بسمعة نادي الزوراء. مو أقول لك إحنا رقم لا سهل يعني أي فريق يجتازنا، لا أقول لك إحنا من الفرق الجيدة بالمنطقة، يعني بالإضافة إحنا لاعبين قبل ويا بيروزي من كان بقوته بعظمته قدرنا نتعادل وياه وفاز علينا بملعبهم يعني نتيجة 1-0. فإن شاء الله نقول إذا تكاتفت الجميع ونحقق نتيجة طيبة تليق بسمعة الكرة العراقية وسمعة نادي الزوراء أولا إن شاء الله. استعدادات هي كانت مبكرة إن شاء الله، راح يكون استعداداتنا لحالتين، هي حالة الدوري وحالة بطولة كأس اتحاد، بطولة دوري الأبطال بكأس اتحاد يعني بالاتحاد الآسيوي. تعرفون هاي بطولة أيضا مهمة جدا للعراق. نتمنى إن شاء الله يعني كما وفقنا في الموسم الماضي نتوفق في هذا الموسم. أعتقد استقطاباتنا أيضا كانت استقطابات جيدة، لاعبين شباب وأيضا لاعبي خبرة. نتمنى أنه نتوفق في هذا الموسم لبطولة الدوري، إن شاء الله نقدر نحافظ على درع الدوري وأيضا نقدر نتخطى دوري المجموعات فيما يخص بطولة دوري أبطال آسيا. إن شاء الله نقدر نقدم ما يفرح به يعني جمهورنا الواسع هذا الكبير المحب لنادي الزوراء، وأيضا نتمنى أنه لاعبينا يقدمون ما عليهم من يعني مسؤولية كبيرة تجاه المحافظة على درع الدوري. وصلت لها الألم هاوي، أخذ كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، غير معقول غير معقول غير معقول، هذا نوع من الجنون. جمهورنا الرياضي سنبقى في القلعة البيضاء لمعرفة كل ما يخص الأمور الفنية لهذا الفريق الكروي قبل المشاركة في المهمة الآسيوية المقبلة. سنتوقف هذه المرة مع مدربي الحراس وكذلك مع لاعبي الفريق للوقوف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية والمعنوية، وهل هنالك استقرار تام بالتحضير قبل المشاركة في هذه المهمة الخارجية لتمثيل النادي والكرة العراقية بصورة مشرفة. خليكم ويانا. البطولة الآسيوية أول شيء تكون على مستوى عالي، والمرحلة الثانية استقطاب لاعبين، قلت لك أنا لاعبين محترفين ومن ثم لاعبين منتخب وطني، واللاعبين استقطبناهم لاعبين منتخب أولمبي يعني عندهم خبرة دولية في هكذا في محفل دولي. إن شاء الله إن شاء الله فريق الزوراء إن شاء الله يحقق نتيجة في هذه البطولة تسعد جماهير ومحبي نادي الزوراء إن شاء الله. كابتن، بالنسبة لوضع حراس المرمى، تعتقد أن الحراس الموجودين يعني يكفون ما تحتاج بعد حارس؟ لا طبعاً، بوجود جلال حسن حارس المرمى المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي وعلى قاطع أثبت جدارته وكان منافساً قوي للحارس جلال. استقطبنا حارس ثالث، هم حارس منتخب أولمبي حيدر محمد، ومن شاء الله الفترة الأخيرة القادمة إن شاء الله نستضيف حارس شاب موهوب يكون إضافة إلى نادي الزوراء ويضاف الحراس المتواجدين في حراسة نادي. طبعا نادي الزوراء ما يعاني بأي مشكلة في حراسة المرمى، وإن شاء الله حراسة المرمى في مأمن سواء في البطولة الآسيوية أو في بطولة الدوري إن شاء الله. أكيد إن شاء الله طموح أي لاعب مثل النوارس، وأنا إن شاء الله أكون عند حسن الظن، ومثل ما هم أنطوني الثقة أنا هم راح أنطيهم الثقة وأقدم كل شيء عندي لكي يسعد الجمهور النوارس وأرض الكادر التدريبي. شوف يعني أنت هذه البطولة مثل يعني مثل ما تحدثت يعني بطولة على مستوى عالي، اللاعبين أزيتهم يمكن لاعبين أولمبي ولاعبين شباب، تعدنا لاعبين منتخب وطني، يعني إن شاء الله الكادر التدريبي الكابتن أيوديشو والكادر التدريبي يعني راح يوضح فشي يعني لهذه البطولة. تعرف مباراة يعني البطولة بطولة مهمة على مستوى عالي، إن شاء الله إن نقدم فشي يليق إحنا بسمعتنا كلاعبين وسمعة هذا النادي الكبير إن شاء الله. فريق المباراة على ملعبه هجوم أحسن على التعادل، جول الله جمهورنا الرياضي. نكمل مشوارنا بين الأندية العراقية وارتأينا اليوم أن نسلط الضوء على نادي الطلبة
هذا الفريق الكبير الأنيق للتعرف على وضع نادي الطلبة في الآونة الأخيرة. يعني نقول الحمد لله على يعني إلى هذه اللحظة يبدو أن الأنيق يتحضر بشكل صحيح للموسم الجديد على الأصعدة كافة الإدارية والفنية، فضلا عن استقطاب لاعبين محليين جدد وكذلك محترفين لتمثيل الفريق. وظهر نادي الطلبة بكرة القدم مؤخرا بتحضيراته المكثفة للموسم الكروي الجديد، أولا بالإعلان عن تعاقد مع جهاز فني منظم ومعروف في الوسط الكروي العراقي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي 2018-2019. طبعا بالتأكيد هذه إضافة قياسا للأسماء الكبيرة في ضمن الجهاز التدريبي. دعونا الآن نعود قليلا إلى الفترة السابقة التي شهدت أولى الاستحداثات والخطوات الفعالة لهذا النادي الكبير في الدوري العراقي. خليكم ويانا لنتابع جزء من تصريحات إدارية وفنية للأنيق. نتابع. احنا حكيت بالمؤتمران، قلت احنا حنطي مساحة واسعة للفريق للمدربين، لان هاي احنا العام مرينا باخطاء، وماكو انسان من يحترف الخطا. اعتقد هاي شجاعه، لان النوبات تصير عندك سلبيات بالعمل، واعتقد هذا الكادر راح نعطيه فسحه واسعه من يعني بالدوري، يعني ما راح نستغنى عن نهايه الموسم، لان العمل يراد له شغل هواي، البناء يراد له اكثر انسجام، اكثر المدربين بعيدين شوي عن رياضتهم، اكثر انسجام حتى يقدر يوصلون الى بر الامان. فهذا الموسم راح يمكن اختلاف مهما تكون النتائج، اذا كان سلبيه واذا كانت ايجابيه. هناك بعض لاعبي الخبره، نعم هو ليس لاعبي سوبر، لكن لاعبي خبره يؤمل لهم مستقبلا ان يكونوا ضمن المنتخبات الوطنيه، وايضا مجموعه من اللاعبين الشباب اي على مستوى منتخب الناشئين والشباب يؤمل لهم انه يقدموا مستوى جيد. هذا التجانس ممكن ان نخلق من عنده مجموعه من اللاعبين اللي تقدر تنافس على المراكز الأولى، خلي يعني حتى ما نسبق الأحداث، ممكن تنافس على المراكز الأولى، وممكن تسحب يعني خلال الدوري إلى منصة التتويج. ليس يعني من الصعب أنه أنت يعني تكون فريق ويفوز بالدوري إذا توفرت المقومات على المستوى المادي، على المستوى المعنوي، على مستوى الدعم الجماهيري. هذه كلها عوامل مهمة حتى يقود الفريق إلى مراكز التتويج. أعتقد طموحنا وطموح كل الأخوان وعملنا سيرتكز على هذا الجانب، وهو العودة إلى المراكز المتقدمة إن شاء الله. هو طموح مشروع عندنا يعني اليوم، لكن تعرف أنت اليوم فريق جديد، الفريق جديد هو يعني 25 لاعب جديد، يحتاجهم أسلوب لعب جديد، يحتاجهم انسجام، هاي كلها متوقع كادر تدريبي، لكن طموحنا هو إذا تسني كطموح يعني هو نحصل على لقب الدوري، وهذا طموح مشروع، لكن الظروف يعني ما تكون مهيئة ان تحصل على دوري الدوري، لكن راح تكون منافس. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفق ونخطف دوري الدوري، هاي امنيتنا احنا. يعني خطفناه كلاعب اني، اتمنى خطفه اني يعني اداري بالنادي الطلبه. جمهورنا الرياضي، سنبقى في النادي الطلابي، وكما يعني ذكرنا نتواصل مع هذا الفريق ومع المراحل الأولى للاستعدادات التي شملت التغيير الإيجابي، يعني تغيير إيجابي نحو الأفضل بالتأكيد، استعدادا للموسم الكروي الجديد. وقد شمل التحضير يعني جوانب عدة، منها الجانب الفني، فمن بين العلامات التدريبية المعروفة التي ستشرف على الأنيق ضمن منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل هو الكابتن القدير يحيى علوان، مع كوكبة من الأسماء المعروفة في سماء الكرة العراقية، ومنهم طبعا صادق سعدون مساعدا، وكذلك أحمد جاسم مدربا للحراس، والدكتور ضياء ناجي مدربا للياقة البدنية. الآن مشاهدينا الكرام، إليكم جانبا من هذه الأسماء الكبيرة التي ستشرف على قيادة الأنيق، خلينا نتابع. الطموح يعني على المراكز الأولى بالبداية يعني هو ليش شيء مستحيل يعني، لكنه احنا نطمح إلى هذا الشيء، لكن الهدف قلت لك الأساس يعني ما جاء عبر الدرج بطفرة واحدة، لا، لازم أول شيء أصنع فريق حد قدرة قابلية وإمكانية على إمكانية على التنافس، هذا يحقق المنافسة في على المراكز الأولى للأمام.
لازم اول مره تجي يعني تحقق فريق يعني عنده قابليه وامكانيه يلعب كره قدم تليق باسم نادي الطلبه ان شاء الله. شكرا لكم على حضوركم واهتمامكم، يعني ان شاء الله تعالى بقدوم كادر تدريبي الجديد ان شاء الله تعالى تكون مستوى نتائج نادي الطلبه هذا الموسم افضل من الموسم السابق. الموسم السابق كان قاسي جدا على جماهير نادي الطلبه، على هيئه اداريه نادي الطلبه، على كل اللي عملوا. اتوقع بوجود الكباتن اللي بتركون تاريخ كبير في التدريب، عالم التدريب، وبتعاون الجميع، كل المؤسسات، الوزاره، جمهور النادي اللي صبر كثير على فريقه، تتوقع ان شاء الله تعالى يكون هذا الموسم موسم مميز. ما نعد الجماهير انه بالفوز بطوله الدوري، لكن نعدهم ان شاء الله تعالى يشوفون يعني فريق افضل، يشوفون فريق يقدر يتنافس على المراكز المتقدمه ان شاء الله. حراس المرمى اللي اشرف على تدريبهم، حراس مرمى الشباب، اتوقع لهم مستقبل كبير ان شاء الله تعالى، يكونون نقطه قوه لصالح الفريق. احنا جادين ان شاء الله الملاك التدريبي على تحقيق الانجازات النادي الطلبه، ونادي الطلبه يمر بازمه ماليه وحتى ازمه نفسيه، ونحاول تعزيز ثقافه الفوز عند اللاعبين وزرعها في نفوسهم. وضعنا التخطيط والقصير الامد وطويل الامد يتخلل جوانب بدنيه وماريه وخططيه ومعرفيه، نحاول رفع مستوى اللاعبين بالجانب البدني وتلافي الإصابات. المباريات حتكون الدوري متقاربة، كل 4 إلى 3 أيام مباراة، وهاي المرحلة حنمر بأزمات، وإن شاء الله إحنا جادين بتطوير لاعبين نادي الطلبة وإعادة الهيبة لنادي الطلبة كسابق عهده. مشاهدينا الكرام، بدأ نادي الطلبة بكرة القدم تحضيراته للموسم الكروي الجديد من خلال وحداته التدريبية الأولى، يعني التي بدأها في ملاعب جامعة بغداد وفي ملاعب العاصمة الحبيبة بغداد. من جهته أكد مدرب الفريق الكابتن يحيى علوان أن الجهاز الفني عازم على إعادة الأنيق إلى مكانته الطبيعية، وأضاف أنه تم إضافة أسماء جديدة لصفوف الفريق، ونسبة الاستقطاب بلغت ما يقارب 90%. وأشار علوان إلى أنه يأمل بمساندة الجمهور الطلابي وأن يتواجد في المدرجات كما عهدناه في السابق، وذلك لمؤازرة لاعبي الأنيق ومساعدة الفريق لعودته إلى الأضواء. كما أكدت إدارة نادي الطلبة بأن معسكر الأنيق في العاصمة الأردنية عمان هو من بين المحطات التحضيرية المهمة للأنيق، وذلك استعدادا للموسم الكروي 2018-2019. أما بخصوص انتقالات اللاعبين، فقد قرر الجهاز الفني لفريق الطلبة استبعاد عدد من لاعبي الفريق، وذلك بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين جمع الجهاز الفني بالهيئة الإدارية للنادي. وأعلنت الهيئة الإدارية للأنيق إغلاق ملف استقطاب اللاعبين المحليين، وسيتم إعلان أسماء اللاعبين المحترفين تباعا بعد إتمام إجراءات انتقالهم بشكل نهائي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقات رياضية مقبلة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، وأنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.